داك الشيء اللي في قلبك قولي لا لا راه الله يحسن العوان شي بس ما كاين اذا مرحبا وتحية طيبة لكل المتابعين ومتابعات قناة شوف تي في من خلال المباشر حنا نتواجد في مدينة طنجة اختفاء الشابة ملك او اللي اختفت عن العائلة ديالها هذه دي تقريبا يومين هذه باش مختفية تقول تيقول العائلة بأنه واحد الشابة أخرى اللي تتكون دائما معها اللي تتكبر عليها ب 16 سنة كانت السبب ديالها في الاختفاء الملك اللي اختفت يعني في ظروف غامضة لحدود الساعة العائلة بحثت عليها في كل مكان ما لقيتهاش والآن دروك هما توجهوا النداء من خلال قناة شوف تي في باش أنهم لربما وعسى ملك تكون تتسمع اليوم أو شي واحد يتعرف على ملك باش أنها ترجع للمنزل معنا الأب ديالها الذي يحكي لنا يعني كيفاش اختفت مالك؟ تفضل سيدي اختفت البنت عندي نهار الحد مع 11 نهار جات دقت على هذه البنت اللي عندها 16 سنة جات دقت عليها في الدار وهذيك معروفة بالاختفاء ديالها ديما كتهرب على دارهم وحنا ما كنا زعما كنقولوا هذه البنت عندنا غادي تتبعها في الرأي ديالي يمكن عمرت لها راسها أنا ما عرفتش كيفاش اختفت هي ويا نهار الحد مع 11 ما بقاش رجعت حنا دابا يومين وحنا كنقلبوا عليها ما خلينا حتى قنت في مراكش وما قلبناه ودرنا الديكلاراسيون وان شاء الله بغينا غير بنتنا ترجع لينا ما بغينا حتى شي حاجه وهذا الشيء اللي كاين شريف. نعم واش كنت مالك تتقول لكم شي حاجه يعني قبل ما نهار الاختفاء نهار الحد واش بنت عليها شي حاجه لاحظتوا عليها شي حاجه غريبه ولا ما لاحظنا عليها حتى شي حاجه بنتي انا من المدرسه للدار من الدار للمدرسه مربيهم ما كنخصصهم حتى شي حاجه يعني ما كنضربوها ما عمرنا حتى من الغوات ما كنحاولش نغوت على انا كنت كنخاف من هذا الشيء نوقع فيه انا وقعت فيه ايوا هاد البنت السبب ديال بنتي هي هاد البنت اللي عندها 16 سنه الله يهديها يا ربي تخلصها. نعم يعني واش كنت مالك تتشكى لكم شي حاجه كانت تتشكى لكم شي حد ولا انه ما تدخلتوا لا شي امر او كان عندها شي مشاكل في الدراسه؟ لا سيدي عمرها ما كانت عندنا مشكل مع الدراسه ولا مع شي حد ديما فرحانه غاديه نشيطه زوينه في هضرتها يعني وكتحشم راه المشكل انا زعما تعجبت هاد البنت تزيد مع هاد البنت الاخرى وما عرفتش انا دابا هاد البنت الاخرى اللي دارت لها هاد الشيء هي اللي عمرت لها راسها. نعم قلتي لي بان هذيك البنت الاخرى اللي جراتها معاها قلت لي ديما هي تمشي تتغبر تترجع عند والديها. ديما كيجروا على دارهم وامها مشيت عند ماماتها ودويت معاها قالت لك انا بغيت غير صيفطها للحبس. بهذا المصطلح هذا قالت لك بغيت نسيطها غير الحبس يعني راه باينه البنت بانها كدير البنات وانا دات لي بنتي دابا ويا ربي تخلصها يا رب. نعم معنا الام تا هي اللي نحاولوا نسمعوا لها تا هي المشكل ومنها نشوفوا مالك تا هي نحاولوا نقربوا لمالك. لالا يعني كيفاش كانت العلاقه ديالك مع بنتك؟ علاقه زوينه بنتي كانت بحال صاحبتي بنتي اعز وحده عندي في الدنيا هي مالك. ما عمرني قصرت لها خاطره ديما كتضحك ديما فرحانه. بنتي كتخاف الليل ما كتقدرش تدخل تسخر لظلام الحال شنو وقع ما عرفتش واش كنتي تظني بان مالك غادي دير هذه الخطوه هذه وانت ما ظنيت في حياتي بنتي تقدر ديرك ما ظنيت بنتي تقدر ديرك عافاك بنيتي قلتي كتسمعيني ارجعي لداركم بنيتي انا راني غنموت راه عيني غيعموا لي بالبكا عافاك بنيتي انا ما رجعي لداركم لا اله الا الله محمد رسول الله. نعم يعني الناس اش بتقولي المغاربه لالا دروك اللي تيشوفوك ودروك ان شاء الله تيشوفوا حتى مالك حتى هي باش يحاولوا انه يتعرفوا عليها. اللي شاف بنتي عافاكم اللي شاف بنتي عيط ليا العار ديرها بحال بنتكم بحال خدكم لا اله الا الله باقا صغيره 12 عام عباد الله حتى في الليل كتخاف لابد تنعس. ما عمرها درت بحال هذه الخطوه هذه خرجات قول لا والو عمر بنتي من المدرسه للدار بنتي من المدرسه للدار. وكيف كانت علاقتها هي مع الناس الجيران و مضريفة عزيزة على كل شيء كل شيء كيبكي عليها دابا تما المقدم ديال الحومة قالها لي مسكين البارح قال لي مالك راه من المدرسة كل شيء عزيزة على كل شيء عزيزة على كل شيء هذيك يعني السبب ديالها كي قلت لا هي هذيك البنت اللي جات دقت عليها سميتها وئام هي سبب بنتي هذيك هي اللي دات لي بنتي هي هذيك هذيك اللي دات لي بنتي ما عرفت بنتي واش حية ولا ميتة يا ربي ترجع لي بنتي يا ربي.
يعني تشوف هذيك الحاله الهستيريه وذاك البكاء يعني ديال الام، تنتمنى انه ملك الله يهديها حتى هي ترجع للمنزل، خصوصا تيقول العائله بان اول مره تخرج، يعني الا كانت ملك تشوف كاش شريف اش بتقول لها الرساله ديالك اللي بتقول لها؟ نقولها بنتي ما عندك مناش تخافي، غير رجعي لداركم، راه حتى واحد ما غادي يقرب لك، حنا راه دابا المشكل مع الاخرى اللي داتك وعمرت لك راسك، حنا بنتي غير رجعي، راه ما عندك مناش تخافي، حتى شي حد ما غادي يدويك، حتى واحد ما يقرب لك. يعني كيف كانت في الدراسه ديالها شريف؟ كانت مزيانه، مستوى مزيان، كتنجح كل عام، غاديه مزيان، ما مخصينا من حتى شي حاجه، يعني اي حاجه كتطلبها كنوفروها لها، ما متخصصه من حتى شي حاجه. غير هاد السيده الله يهديها، هاد البنت اللي كبر منها هي اللي دات عمرت لها راسها، حيت ديما كتهرب لدارهم، ودارهم ما عندهم مسؤوليه، ما عندهم والو، ما بقيت عرفت اش ندير، والله ما بقيت عرفت اش غندير. انت يعني ما تفاجئتيش بانه الابنه ديالك خدات هذا القرار؟ مالك خدات هذا القرار ومشات اختفت في هذه الظروف هذا، رغم انه يعني موفرين لها كل شيء اللي خاصها في الدار. انا ما نظنش بنتي تخدات شي قرار، ما عندهاش المسؤوليه ديال باش تاخذ القرار. وما يقدر يكون شي اختطاف هذا؟ وانا ما نقدرش انا نظلم شي حد، انا اللي خطفت لي بنتي هي اللي مشات مع بنتي. هي اللي غتخطاطفها، لأن البنت باقا صغيرة، راه كيسمى اختطاف. كيسمى هذا اختطاف، ومشينا لدارهم وكتقول لك ما أنا بغيت نصيفطها غير للحبس، أنا بغيت ندير لها، أنا بغيت، يعني راه باين كل شيء واضح. كل شيء واضح، أنا خايف على هذه البنت باقا صغيرة، الله يرحم والديكم اللي كيشوفنا دابا، وكنطلب من المشاهدين اللي تعرف على هذه البنت وشاف في شي قناة يتصل بينا، راه كتشوفوا في التصويرة والرقم ديال الهاتف ديالي، الله يرحم لكم الوالدين. نعم يعني الوالده شنو الخوف اللي ولا عندك على مالك بعد ما اختفت لهذه الدرجه هذه؟ وليت كنقول بنتي راه ميته، ما كناش من نهار مشات بنتي ما كناش انا كنتخايل واش بنتي قتلوها، وما بقيت عرفت، ما بقيت عرفت والو. يعني كما تابعتوا معنا متتبعينا من خلال المباشر، تشوفوا بانه هذيك الحسره وهذاك الخوف يعني يعني المجهول بالنسبه للملك، الملك اللي اختفت كما تيقولوا في ظروف غامضه هذه يومين تقريبا مع واحد الشاب اخرى اللي ولا دروك الان انه ولا يكون يعني حاله اختطاف، خصوصا انها خرجت مع واحد الشاب اخر اللي تكبر عليها تقريبا شي 4 سنين، يعني عندها 16 عام وملك عندها 12 عام، والان دروك فقط توجهوا النداء للمغاربه وتوجهوا كذلك النداء الملك بانه الا كنت تشوفهم بالنسبه للاب والام الا تشوفهم انها ترجع، وبالنسبه للمغاربه انهم يساعدوا باش انهم الا شافوا تعرفوا على ملك او انهم شافوها في شي بلاصه يعني في شي منطقه هنا في مراكش او نواحي مراكش او المغرب، انهم يتصلوا بالرقم راه هو متوفر من خلال يعني في الشاشه من خلال هذا المباشر للمساعده، ويعني اللي تعرف على ملك انه يتصل بالابوين، لانه الان حدود الساعه ما تنعشوش لا ليل لا نهار، لانه هما بغاو بنتهم انها ترجع لهم. على العموم تنتمنى لكم انكم تساعدوا هذه العائله باش تلقى الشابه ديالهم او الطفله ديالهم اللي تتبلغ من العمر 12 سنه. شكرا لكم وتحياتي لكم متتبعينا.